معنا مشاهدينا الكرام عبر اسكاب من باريس السياسي العراقي سيد امير المفرجي، مرحبا بك. اذا معهد الديمقراطي البريطاني في تقرير له عن الواقع السياسي في العراق ذكر ان العراقيين محبطون من العمليه السياسيه. على اي اساس يمكن قياس رضا المواطن من واقعه السياسي؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافه. حياك الله، اهلا وسهلا. من الطبيعي أن يستاء العراقيون عما حدث. ما حدث في العراق لم يكن بالهين، يعني هناك دولة قد دمرت، هناك شعب قد فرق طائفيا، هناك ثروات هائلة لأغنى دولة من دول العالم قد سرقت وذهبت إلى أناس يعني نستطيع أن نصفهم بمجرمين وسراق. إذن كيف تريد أن يكون العراقي يعني مرتاح من هذا الوضع الذي جلب له الولاء بعد أن كان في الماضي يفتخر بعراقيته، يفتخر بوجوده كبلد حضاري؟ الآن العراق هو بلد مشتت، بلد يعني وجود داعش، بلد وجود الميليشيات، البلد المسلوب والمغلوب على أمره من قبل الجارة إيران. كل هذه المعطيات تجعل من العراقي من أنا ومن أنت ومن الجميع مستاءون من هذا الوضع الذي لم نره بحياتنا من قبل. يعني هل تعتقد سامير أن ما يعيشه العراق الآن من واقع سياسي متدنٍ كما أشرتم راجع إلى عدم خبرة السياسيين منذ عام 2003 أم لفساد هذه المنظومة التي جاء بها الاحتلال والتي يعملون في إطارها؟ من الطبيعي عندما جاء الاحتلال وعندما غزي العراق أراد المستعمر الأمريكي في أن يعني تدام هذه الحالة في العراق من خلال أناس يصفون بالعراقيين لأنهم كانوا في العراق في السابق، ولهذا فقد وقع يعني على أناس كانوا هم من المتحمسين للعودة للعراق، ليس لقيادة العراق ولنصرة العراقيين بل لسرقة العراق ولسرقة ثرواته لأنها كانت فرصة العمر. ما حدث في العراق أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جلبت أناس يخصون هذه العملية السياسية لأنها عملية ليست شرعية وليست منتجة شعبيا واجتماعيا، فلهذا جاءت بهؤلاء من أجل قيادة هذه العملية السياسية التي تتشابه مع ثقافتهم الطائفية ومع أسلوبهم في سلب ثروات العراقيين. في بحث لمعهد غالوب ذكر هذا البحث أن القوانين الحالية لا تسمح بمحاسبة ما سماهم حيتان الفساد. هل تعتقد أن هذه القوانين يعني فصلت خصيصا على مقاس الأحزاب لتنعم بعدم المساءلة؟ أنا في نظري أن الحالة العراقية يعني تطلبت من وجود هؤلاء. هناك سكوت ويعني شبه رضاء غربي من وجود هكذا حكومة عراقية وهكذا عملية سياسية وضحت معالمها وسرقت ثروات بلدها. إذن يعني الغرب يبدو أنه متفهم لهذه الحالة، ولكن هذا هو ما يريده للعراق في الوقت الحاضر، ولا أدري هل سيطول هذا مع العراق، لأن العراق وصل إلى حالة سينفجر في النهاية. الشارع العراقي قد فهم وقد خرج يعني بشبابه وبنسائه للتنديد بهذه الحالة. أنا في نظري الحالة العراقية هي حالة مؤقتة. لا تنسى بأن وجود إيران قد ساهم في اتساع حالة الفساد واتساع حالة غياب السيادة من العراق. كل هذا ساعد من أن الغرب في الوقت الحاضر قد سكت على ما يحدث في العراق، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي قد تكون هناك فترة قادمة قد تغير من الوضع السياسي العراقي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث في المنطقة العربية، في الخليج العربي، في إيران. هناك تغيرات قادمة، ولا شك أن العراق سيكون في قلب هذه التغيرات، لأن الحالة لا تستطيع أن تدوم هكذا، وأن إيران لا تستطيع أن تبقى لتساعد ويعني تساند هؤلاء، لأن في النهاية هناك مخرج
والغرب قد فكر في هذا، وأنا في اعتقادي ما يحدث في الآن هو سوى فترة انتقال إلى فترة جديدة قد تكون أكثر خيرا للعراقيين. ولكن هناك إحباط يعيشه العراقيون، هل تعتقد أن رقعة التظاهرات والاحتجاجات ربما يعني ستنشط مستقبلا بعد أن كشفت فساد هذه الطبقة السياسية وتدخل إيران الواضح في رسم سياسة العراق؟ من الطبيعي أن الشعب العراقي قد فهم الحالة، يعني كلنا نلاحظ هناك وعي شعبي عام قد كشف عن الحقيقة في الشارع العراقي، في المجتمع العراقي، ما حدث للرأي العراقي بالنسبة إلى الوجود الإيراني وغياب شهر العسل الذي استطاعت إيران أن تقضيه في هذه الفترة في العراق. هناك أشياء كثيرة، ولكن يعني لوضوح هذه الرؤية وجب علينا أن ننظر ما تفعله الحكومة العراقية في الوقت الحاضر. هناك عملية تخدير للشعب العراقي من قبل الحكومة الجديدة لغرض إثبات في أن هناك شيء قد يتغير الآن، ولكن أنا في نظري أنها لا تستطيع، إذا طالما كانت إيران موجودة وطالما كانت طالما كان المجتمع العراقي مقسم إلى شيعة وسنة وكرد. إذا الحكومة العراقية تحاول أن تثبت وجودها في هذه الفترة يعني بعملية تجميل بزيارتها لزيارة رئيس الوزراء إلى بعض المناطق الحساسة في بغداد، خروجه من خارج المنطقة الخضراء، ولكنها أنا في نظري لا تكفي. يجب أن يكون هناك تحول عميق من أجل دولة وطنية عراقية لا تعتمد على الأحزاب التي جاءت بها إيران في العراق، ولا على ما صممته أمريكا من ديمقراطية مزيفة لا تخدم ولا تمشي ولا يعني تتفق مع المجتمع العراقي جامعة بشيعته وبسنته وبكرده. شكرا جزيلا لك من باريس عبر سكايب سياسي العراقي سيد أمير المفرج.